والشيوعيين جبناء خوافين ما يقدر يقارنوا الحجة بالحجة. عشان كده بيلزوا الجمهوريين. انت قال الجمهوريين جاوا منو؟ جاوا الشيوعيين لقطوهم من امريكا وكندا. ديل كانوا مقرشين هناك كلهم اعمارهم فوق السبعة وثمانين اللي فوق. لقطوهم جابوهم قراي، في واحدة مرة كبيرة كده عجوزة اظنها سافة هسا عشوها بعد شوية جابوهم وقالوا لهم اشتغلوا خربوا الدين ده ونحن بندعمكم. هم ما بيقدروا يناظروا الشيوعيين. جابوا الجمهوريين لحد ما مرة جمهورية حبوب عمتك الكبيرة خلاص قالت دار تناظرني انا قال عليك الله كده شغل كده خلي النادي اليوم جيبه والله طول اللي بيصبر تاني يكون فيها ناس الجراي ده انا بدافع عنه انا بتحمل المناظره مع فريقي لانه منسوب للاستاذ قالت انا بتحمل المناظره مع فقيري. هم عارفين انه الحمل ده حمل ثقيل، هم عارفين الكلام ده. والغريب القراي قاعد فرحان حزب كامل جمهوري من الخمسينات ولا 1940 قاعد ما عنده راجل واحد يتحمل المناظره معانا. حزب كامل ما ولد ولا راجل واحد جايبين حبوبه حبوبتي تناظرنا هسه يتحمل المناظره. إن جاء ضغط ولا كتمت نفس أثناء المناظرة المسؤول منو يعني؟ أنا لابد يقول لي تصريح من الجهات القانونية إنه دي لو ماتت أثناء المناظرة أو وقعت مغشيا عليها أنا أكون في السليم يا إخوان. والله أناظر دي والقراية قاعد أنا قال لك تشغلوا. منسوب للأستاذ. هو موضوع شو؟ هيقول الاستاذ بيصلي ولا ما بيصلي؟ موضوعي انا جغم، انت ما عارفه موضوعي شنو؟ جغم من امه كمان، انت ما عارفه الموضوع لسه ما عرفتيه؟ انت ما عرفت ناس القراي خافوا ليه وشردوا ليه؟ الشغل ده بفضل الله ما بفضلنا، فيه جغم ثقيل جدا. عرفت كلامي؟ طيب فجابوا دي لقطوها، ديل كلهم كانوا برا بالمناسبه. كانوا سواقين اظن في المنظمات هناك، واحدين كانوا قاعدين لجوء سياسي، واحدين سواقه مجتمع. كلهم صواقط قاعدين برا. الان قالوا نجي نخرب الدين ده. اللزوهم الشيوعيين بالمناسبه، هم اللزوهم عشان يخربوا الدين. والشيوعيين عداوتهم للاسلام ما داسنا يا اخواننا، من جريده الراصد والدندهوب وجريده متاريس وغيرها اللي كانت في جامعه الخرطوم حقتهم بدري اللي كتبوا فيها الزنا عاده اجتماعيه، عادة اجتماعية ما فوق حاجة يعني، مورست حتى في بيت النبوة. مما هو جريدة عندي قاعدة الآن تقدر تسألني أنا كمان يا شيوعي؟ جريدة قاعدة والله قاعدة، شفتها في الحفظ والصون بفضل الله عز وجل عشان نكشفك بها. مما طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام وسبوا الإسلام وحكموا البلد دي قبل كده ثلاثة يوم بس، قالوا الخرطوم ما مكة، ولابد نحول مآذن المساجد إلى مداخن مصانع. من الوقت ذاك اتكشفوا للمجتمع، فبقوا يتدبوا بيتحد ويلزوا زي الجمهورين ديل وغيرهم يلزوهم وهم قاعدين بورا شغالين. فعداوتهم للدين ما جديدة يا إخواننا، لكن خدعوا الشباب لأنه الشعب السوداني كله كره الكيزان وحكم الكيزان. فلما طلعوا في الاعتصام وبينا حكم الله في ذلك، طلعوا في الاعتصام بتاع القياده العامه وكده، الشيوعيين جو سلطوا عليهم وعملوا لهم منصه كبيره جنب القياده العامه في الخرطوم، وبقى يكذبوا على الناس. اول حاجه ما قالوا نحن شيوعيين لانه شينا منكوره، قالوا اسمنا تجمع المهنيين السودانيين، تجمع الكفاءات. طبعا ما في ولا كفاءه واحده، ابشرك ولا كفاءه واحده ما في. انتوا لقيتكم كفاءه؟ لقيتكم كفاءه؟ زي ما قال واحد كفوات والله لقيتكم كفاءة؟ دولار ب 350 ألف قمة في الكفاءة، الريال ب 98 ألف قمة في الكفاءة، العيشة ب 15 جنيه يا حبذا الكفاءة يا سلام. ولا دي كفاءات؟ خدعوا الناس، تجمع المهنيين. في ناس خيرين والله أنا بعرفهم، خدعوهم وغشوا عليهم كذبوا عليهم.
واستغلوا كره الشعب السوداني للكيزان ولحزب الإخوان المسلمين الفشلة، استغلوا كره الناس لديل فطلعوا في أكتاف الشعب السوداني وتسلقوا وخدعوا الناس، مر باسم تجمع المهنيين، ما عارف محمد ناجي الأصم، ما بعرف إسماعيل بوب، ما عارف منو سجم رماد، خدعوا الناس وكذبوا على الناس. ومن الوقت ده وقبلوا ولليلة وليوم القيامة نحن شغالين بنكشف فيهم الحمد لله رب العالمين، ومنهجنا أصله ما تغير. والله ما في إنسان عاد الدين مثل هؤلاء الشيوعيين.